الرئيس السيسي يوجه لا تقدير ولا اعتزاز لأسر الشهداء والمصابين، ويؤكد أن مصر حاربت الإرهاب بالتزامن مع بناء الدولة. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تغليب لغة الحوار بالأزمة الروسية الأوكرانية والأولوية القصوى التي توليها مصر لسلامة وأمن المواطنين المصريين الموجودين في أوكرانيا. والدفاع الروسي تعلن تدمير 90% من المطارات العسكرية الأوكرانية، وزلنسكي يدعو الغرب إلى إرسال مقاتلات في أقرب وقت ممكن. السادسة مساء الرابعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. بداية هذه النشرة دائما مع للاس كافوزي. للاس، شكرا لك يا نانسي، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات الندوة التثقيفية 35 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة. شهدت فعاليات الندوة التثقيفية 35 للقوات المسلحة باسم عطاء وخلود عرض فيلم تسجيلي بعنوان الجيش الأبي، والذي استعرض النقلة النوعية للقوات المسلحة المصرية للحفاظ على الأمن القومي المصري والمنطقة العربية. هذا وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن. هذا وتأتي الاحتفالات تزامنا مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض يوم 9 مارس عام 1969. كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي أسر الشهداء من القوات المسلحة ضمن فعاليات الندوة التثقيفية 35 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد. كما كرم الأمة المثالية سهير علي عبد العزيز أرملة رقيب شهيد محمد نبيل محمد قطب، والذي استشهد في حرب أكتوبر عام 1973. للمزيد من المتابعة والتفاصيل عبر الهاتف تنضم إلينا السيدة إيناس عماد محمد زوجة رائد شهيد عبد الله محمود المرسي البهنسي. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بك. يعني خليني أبدأ كلامي معاكي بتحية تقدير وإجلال واعتزاز لكل شهداء الواجب الذين راحوا ضحية المدافع عن هذا الوطن. اليوم تم تكريمك من الرئيس عبد الفتاح السيسي، احكي لنا كواليس اليوم، يعني الحديث اللي دار بينك وبين السيد الرئيس. أولا أنا بحب أشكر السيد الرئيس على التكريم اللي حصل النهاردة لعبد الله والجميع الشهداء، فتكريمي بالشهداء فعلا النهارده يعني كان يوم عظيم كأسرة عبد الله كزوجته ووالده، ان مصر كلها تدعي لعبد الله بالرحمه وتدعي لجميع الشهداء، ده شيء كبير جدا بالنسبه لنا. ويعني احنا بنشكر سياده الرئيس طبعا على التكريم دوت، واحب برضو اشكر جميع الادارات، اداره شؤون الضباط واداره الشؤون المعنويه، وبدون بس ما من غير ما انسى اي حد، فعلا هم الفتره اللي فاتت وقفوا جنبنا جدا ولبوا لنا طلباتنا، وحقيقي يعني في الاخر خالص التكريم فعلا يطلع يليق بالشهداء ويطلع يليق بشهداء يعني ضحوا بارواحهم عشان خاطر مصر.
هذا التكريم ليست يعني هي الخطوة الأولى من الدولة المصرية لتكريم أسر الشهداء وتكريم أيضا الشهداء السيدة إيناس، يعني دعيني أتحدث معك عن ما تقوم به الدولة كتحية تقدير واعتزاز لشهداء الواجب يا فندم. هو حقيقة وعبد الله يعني لسه مستشهد من شهرين، من 3 شهور بالظبط، بقاء لله. الله يسعدك. فيعني من ساعة ما هو استشهد الحقيقة ما جميع الجهات بتتصل بينا ودايما على تواصل معانا، ولو احنا احتاجنا حاجة فعلا هم بيساعدونا، وبنتلقى فعلا فعلا يعني احترام كبير جدا في أي جهة احنا بنروحها أو أي جهة احنا بنقصدها في أي طلب. فيعني حقيقي محدش مؤثر خالص اتجاهنا في أي حاجة يعني. طيب سيدة إيناس، يعني دعيني أتحدث معك عن هذا التكريم ويعني التكريمات أيضا. طبعا حضرتك بتقولي أن يعني زوج حضرتك توفى منذ شهرين، ولكن بتتابعي ما تقوم به الدولة لتقديم التحية لهؤلاء الشهداء يا فندم، يعني صفي لنا إحساسك اليوم ويعني مدى الفخر ربما الذي كنت فيه وأنت تستلمي هذا الدرع من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية اقدار لشهيد الواجب زوجك رائد عبد الله. اكيد طبعا، يعني كان النهارده يعني يوم المشاعر فيه كانت متلخبطه، يعني مشاعر فخر واعتزاز ومشاعر حزن واشتياق. فيعني ده شيء طبعا يسعدني جدا ان عبد الله، يسعدني ان عبد الله اتكرم تكريم دي، ويسعدني طبعا ان انا يعني هو ترك لي، هو مشي وسابني، ولكن هو ترك لي يعني ان انا زوجة شهيد. ده شيء حقيقي فخر ليا طول العمر، وحقيقي يعني مش يعني الكلمات فعلا ما توصفش الاحساس اللي احنا مرينا بيه النهارده. وبان يعني الحفله بينت الاحساس اللي احنا حسينا بيه فعلا عند تلقي الخبر، يعني المسرحيه او الفيلم القصير اللي اتذاع عن الشهداء ده فعلا مثل كل بيت فيه شهيد. يعني حقيقي انا كنت كاني بتفرج على نفسي او بتفرج على اسرتنا لما طلبت خبر استشهاد عبد الله. فعلا كان واقعي جدا جدا، هو ده فعلا اللي حصل لنا وحصل في كل، اعتقد في كل بيوت الشهداء اللي كانوا موجودين. انا بشكرك الحقيقه، شكرا جزيلا يا فندم السيده ايناس عماد محمد زوجة رائد شهيد عبد الله محمود المرسي البهنسي، شكرا جزيلا ليك يا فندم. وينضم إلينا أيضا هاتفيا السيدة سناء محمد اللطوخي والدة العريف شهيد أحمد محمد عبد الحميد. برحب بحضرتك على شاشة أكسترا نيوز، وتحية أقدار وتقدير لكل شهداء الواجب. طبعا سيدة سناء وليكي أيضا، كيف شعرتي اليوم؟ كيف كان إحساسك ربما في هذا اليوم، الحرص على إقامة هذا الاحتفال من قبل القيادة السياسية كل عام اليوم الشهيد؟ والله انا اولا بشكر الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي ان هو يعني ان هو لسه فاكر ابناء الشهداء الحمد لله، وده الحفل بتاع النهارده بيثبت ان هم كانوا فخر البلد فعلا، وهم ادوا واجبهم بكل امانه واخلاص. فانا بشكرهم فعلا، يعني لهم مني جزيل الشكر. يعني هذه ليست المرة الأولى سيدة سناء ربما التي تقوم بها القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم الشهداء وتقدير الشهداء وذكرهم على يعني طول الوقت. أيضا ما دلالة هذا بالنسبة لك؟ معلش بقول لك، يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي والقياده السياسيه لم تخفل على مدار كل السنوات الماضيه ذكر الشهداء والقيام به. أيوة طبعاً. كل الاجراءات اللازمه لتقدير ودعم اسر الشهداء. أيوة. شايفه الاجراءات اللي بتقوم فيها الدوله يا سيده سناء ازاي؟ والله زي ايه حضرتك يعني؟ دعم الدولة لأسر الشهداء، دعم الدولة ليكم، وحرص السيد الرئيس على دعمكم. ايوه هم حاطينا فعلا في عنايتهم فعلا في كل طلباتنا وكل اهتماماتنا.
وفعلا كل مؤسسة حكومية أو مكان بنذهب فيه بنلاقي فعلا تكريم من الناس كلها. ده دليل على أن القيادة بتاعتنا طبعا يعني حطانا في مكانة كبيرة جدا. صحيح. الحمد لله يا فندم. الحمد لله على كل شيء. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. سيدة سناء محمد اللطوخي والدة العريف شهيد أحمد محمد عبد الحميد على كل هذه المعلومات. وفي كلمته خلال ندوة تثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد قال السيد الرئيس أن مصر حاربت الإرهاب بالتزامن مع بناء الدولة، مشيرا إلى أن تكلفة ما تم بنائه خلال الفترة الماضية هو ثمن ما قدمه أبناء مصر من أرواحهم. اللي تحقق حتى لو أنتم شايفينه كتير هو قليل جدا من المستهدف والمطلوب، لكن عايز أقول لكم أن الظروف اللي بتمر على الدنيا واللي احنا جزء منها بتقول ان المسار ده لو احنا كنا بنفكر نعمله دلوقتي مش هكون مبالغ لو قلت لكم ان قد تكون التكلفه ضعف التكلفه اللي احنا يعني اتكلفتها هذه الحجم البنى اللي تم خلال السنين اللي فاتت. فده كان كله من دم أبنائنا ودم أبنائنا. أبنائنا يعني كل أسرة، كل أسرة يعني كل مصري. الناس كانت بتقدم ومش شايفة غير أنها تقدم ولادها، ومعدلات التقدم في الجيش والشرطة لم تتوقف لحظة في أصعب الأوقات، في أصعب الأوقات وفي أكبر نسب خسائر تحققت لم يتوقف أبدا لا جندي ولا ضابط صف ولا ضابط. نفس المعدلات هي ويمكن زادت، وأنا مش مبالغ لما بقول لكم كده، يمكن تكون زادت. فالحقيقة يعني الشعب اللي يعمل كده ده بيبقى كرم من ربنا ولازم ربنا كمان يساعده. هذا وأكد الرئيس السيسي أن الاحتفال بيوم الشهيد مناسبة متجددة لتكريم أبناء مصر المخلصين واستذكار تضحياتهم، مشيرا إلى أنه يوم نكرم فيه أيضا عطاء الصامدين الذين يحملون مسؤولية هذا الوطن ليحيي شعب مصر أو ليحيا شعب مصر في أمان واستقرار. يمثل الاحتفال بيوم الشهيد في كل عام مناسبة متجددة لتكريم أبناء مصر المخلصين الذين ضحوا من أجل هذا الوطن الخالد ليستمر نابضا بالحياة مثمرا بالخير والسلام والنماء، ولنتذكر معا تلك التضحيات التي قد لا يشعر بحجمها الهائل إلا من قدم لمصر شهيدا أو مصابا روى بدمه تراب هذا الوطن. إن هذا اليوم المشهود هو يوم نكرم فيه ليس فقط أرواح من استشهدوا من أبطالنا الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل أو أي مواطن يؤدي دوره بتفان وإخلاص على اتساع الوطن، وإنما نكرم فيه أيضا عطاء الصامدين الذين يحملون مسؤولية هذا الوطن ويصلون الليل بالنهار ليحيا شعب مصر العظيم في سلام وأمان واستقرار، ولتؤكد مصر أنها غنية بأبنائها الأوفياء جيلا بعد جيل يسلمين راية الوطن مرفوعة خفاقة ومنتصرة بعزة وكرامة، وأن هذه الراية لن تنتكس أبدا بإذن الله. للمزيد من المتابعة والتفاصيل عبر الهاتف ينضم إلينا السيد أشرف عبد الفتاح علي والد ملازم أول شهيد محمد أشرف عبد الفتاح علي. أهلا بحضرتك يا فندم.
اهلا بيك يا فندم. يعني عاده في البدايه بنقول البقاء لله، ولكن عندما نتحدث عن الشهداء نقول من جانب اخر تحيه يعني اجلال وتقدير واعتزاز لكل شهيد ذهب فداء لهذا الوطن، لان الشهداء عاده ما يتركوا بصمه تظل باقيه طول العمر وهي بصمه شهيد. سيد اشرف، احكي لنا عن كواليس اليوم تكريم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده. الحمد لله رب العالمين، وزي ما سيادتك قلت كده هو تكريم مش لابني بس، وتكريم للشهداء في الفترة الأخيرة. انت شفت الأم المثالية في فقرة كانت من حرب 73، مصر هي مصر، وياريت انت حضرتك قلت الكلمة اللي قالها مكتوبة، الكلمة اللي قالها في الأول عشان الفيلم البسيط بتاع الشهيد خالد والحكاية من وراء كل بيت، حكايات طبعاً للجيل الجديد يعرف يعني ايه مصر، ويعرف يعني ايه عقيدة، ويعرف يعني ايه انتماء وبلدنا. كلمة بسيطة الرئيس قالها، وكان مش عايز اقول حضرتك كان بيبكي وهو بيقولها، بس هو ده اللي حس بيه. صحيح، ما قالش المكتوب، هو قال اللي شعر بيه واللي بنشعر بيه كلنا طبعا. وزي ما قال الشيخ، وقال فضيلة القسيس، وزي ما قال الكاتب، وزي ما قال الناس اللي طلعوا كلهم على المسرح، عقيدتنا ومبادئنا وارضنا دي هي اهم حاجه. هو كرم 6 7، لكن احنا شهداء من قديم الازل، وربنا يرحمهم ويعز مصر. احنا صحيح، في الاخر احنا عاوزين نعز مصر ونقول للجيل الجديد بلدكم. يعني يمكن كما تفضلت سيد أشرف، يعني الحقيقة أن الشهداء الذين يذهبون فداء لهذا الوطن يظلوا في قلوب كل المصريين، وذكرهم دائما ما هي باقية سواء الآن أو حتى مستقبلا. الدولة المصرية الحقيقة فعلت الكثير والكثير من أجل أسر الشهداء، ليس فقط مجرد تكريمات ولكن أيضا بتنفيذ على أرض الواقع. يا فندم، يعني كونك أب لأحد هؤلاء الشهداء، كيف ترى ما تقوم به الدولة في هذا السياق سيد أشرف؟ أنا قبل ما أكون أب أحد الشهداء أنا كنت عقيد في القوات المسلحة، وعارف يعني إيه بلد طبعا ما تنساش حد من ولادها. والرئيس قالها، لو دخلنا فيلم البسيط حكاية وراء كل بيت، في حكايات في حكايات. صحيح، لكن بلدنا حاول إيه، ما مش حكايات بتقدم لهم حاجة، لا، مهما اللي بتعمله في البلد طبعا. احساسي انا بقى كأب النهارده وهم بيكرموني، وامبارح ولا من قيمه سنه ولا من قيمه 6 اشهر ولا كتبته لحد النهارده، ولا زمايله، ولا العساكر اللي معاه. صحيح، ولا مش اشرف بس، او محمد اشرف الله يرحمه، الله يرحمه، يرحم الشهداء كلهم. الأسرة المصرية هي الأسرة المصرية، كانت في الجيش ولا بتاع، عاداتنا وتقاليدنا بنحب بعض ونقف مع بعض، وده من شعورنا، شعور عالي قوي 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 قوي. ألاقي واحد عاوز يبوس راسي بيقول لي أنت أبو شهيد، ومع إن يعني ابني الله يرحمه وكل الشهداء كان بيقول يا ريت أنول الشهادة. وأنت شفت النقيب النهارده ده فقد جسمه، جزء من جسمه. صحيح، بيقول للرئيس انا موجود وانا عايش، واسرارنا وعزيمتنا انا عم اكمل. لو انا اتوفيت هيطلع 20,000 واحد زيي، وهيطلع ملايين زيي. نعم، شبابنا يعرفوا يعني ايه بلدهم، ويعرفوا يعني ايه تضحيه، ومش دي مش تضحيه، ده واجب علينا وده اللي تعودنا عليه يا فندم. طبعا انا بشكرك وبشكر الحقيقه الكلام يعني اللي حضرتك تفضلت فيه في هذه المداخله. السيد اشرف عبد الفتاح علي، والد ملازم اول شهيد محمد اشرف عبد الفتاح علي، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.
نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري الندوة التثقيفية للوزارات والهيئات بعنوان بناء وطن برعاية قداسة البابا طوادرس الثاني بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية روح الولاء والانتماء لدى مختلف قطاعات الشعب المصري. هذا ونظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ندوة تثقيفية بعنوان الإيمان والأوطان في رحاب مشيخة الأزهر الشريف، وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. وألقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال الندوتين كلمة نقل خلالها تحيات القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة للكنيسة الأرثوذكسية والأزهر الشريف، مؤكدا على أهمية تلاحم كافة أطياف الشعب المصري العظيم لاستمرار دفع عجلة التنمية. وهذا واختتمت الندوتين بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوي الهمم وتبادل الدروع. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تغليب لغة الحوار مع دعم مصر لكافة المساعي الدبلوماسية التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية سياسيا، وذلك من أجل الحد من تدهور الموقف والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، حيث أكد السيد الرئيس على متابعة مصر باهتمام بالغ للتطورات الميدانية المتلاحقة والأولوية القصوى التي توليها مصر لسلامة وأمن المواطنين المصريين الموجودين في أوكرانيا، معربا عن تقديره للإجراءات التي اتخذها الجانب الروسي لتيسير خروج المواطنين المصريين والتطلع لمواصلة توفير المساعدة الممكنة لهم بما يضمن سلامتهم وأمنهم. أضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول كذلك التباحث بشأن سبل تعزيز مختلف أطر التعاون الاستراتيجية بين البلدين الصديقين من خلال المشروعات المشتركة التنموية الجارية بينهما، حيث أكد الجانبان على متانة علاقة التعاون التاريخية وهذه العلاقة الراسخة التي تجمع بين مصر وروسيا في المجالات كافة. تقدمت منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة بوافر الشكر والتقدير للسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية لرعايتها للمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوي التي تعتمدها اليونيسف. وأشارت اليونيسف أن رعاية السيدة انتصار السيسي للمبادرة يعكس مساندتها لحقوق الفتيات وإيمانها بقدراتهن، كما يؤكد حرص القيادة السياسية على أن تحصل كل بنت في مصر على فرص متساوية للوصول للمهارات والخدمات لكي تحقق أحلامها ولكي تساهم في مشروع تنمية الأسرة المصرية كجزء من تحقيق رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة. ويتم تنفيذ المبادرة الوطنية دوي في 21 محافظة بمصر، وهي تتيح للفتيات التعبير عن النفس وتنمية المهارات الحياتية والتعلم الرقمي، وهو ما يخلق مجتمعا أكثر إنصافا وازدهارا. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أن الدولة المصرية لديها مخزون يكفي من السلع الأساسية ولن تلجأ للسوق العالمية فيما يتعلق بالسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن المصري حتى نهاية العام. إحنا النهاردة عندنا 4 شهور رصيد، وبالتالي أنا مش محتاج أنزل أشتري لمدة الفترة القادمة أي شحنات إضافية كدولة وكحكومة في الأساس. الأهم، كل سنة وانتم طيبين جميعاً، من الشهر القادم من منتصف إبريل هيبدأ جني القمح المحلي، وأنا بطمن كل المصريين مش هيبقى إن شاء الله عندنا أي أزمة خالص، ولا هنحتاج إن احنا نلجأ إلى السوق العالمي لغاية نهاية هذا العام. أنا هنا بتكلم على الاحتياجات الأساسية اللي تخص رغيف العيش بتاع المواطن. احنا كدولة مصرية لن يكون لدينا أي ضغط إن أنا أنزل
مع تزايد الأسعار الكبيرة اللي حصلت إن أنا أخد أي شحنات، لأن بإذن الله هيبقى عندنا الرصيد اللي يكفيني لنهاية عام 22. المواطن في أي مكان هينزل في أي حتة هيلاقي السلع موجودة، وعشان كده أنا بقولها للمواطنين مفيش داعي إن إحنا نكتنز ونخزن، لأن كل ما هتشتري هنلاقي تاني يوم هتلاقي الحاجة موجودة على الأرفف تاني. الحمد لله الدولة المصرية عندها من الفائض من الاحتياطيات، وإن اجتمعنا مع كل الوزراء المعنيين هذه المرة وشددنا على الرقابة على الأسواق لمنع تخزين السلع أو إخفائها، اجتمعنا مع الغرف التجارية عشان نضمن إن يبقى السعر اللي موجود هو السعر العادل. هذا وقال رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي إنه تم الاتفاق على بدء معارض أهل رمضان لتوفير السلع الأساسية بأسعار منخفضة، وذلك بالمحافظات اعتبارا من الأسبوع القادم وطول شهر رمضان الكريم. كان المخطط إن نبدأ معرض أو كل الاحتفاليات والمعارض الخاصة بأهل رمضان اللي بتشهد يعني توفير السلع بأسعار مخفضة، كان اللي احنا المفروض هنبقى على يوم 24 ان شاء الله، ولكن مع السيد وزير التموين تم الاتفاق ان احنا هنبدا اعتبارا من الاسبوع القادم، نهايه الاسبوع القادم في المحافظات ثم في القاهره الكبرى، بحيث نبدر حتى توفير هذه المعارض للمواطنين عشان ياخدوا السلع باسعار مخفضه ان شاء الله، وهتبقى موجوده طوال شهر رمضان. والان مشاهدينا ننتقل الى اخر التطورات في اوكرانيا. توجه السفير محمد الشناوي سفير مصر في المجر وبرفقته أعضاء السفارة إلى مطار بودابست لتوديع مجموعة جديدة من المصريين القادمين من أوكرانيا والمتوجهين إلى مصر على متن رحلة مصر للطيران. كانت سفارة مصر في المجر قد قدمت للمواطنين المصريين والذين يبلغ عددهم 14 مواطنا كافة التسهيلات اللازمة لضمان سلامة عودتهم إلى أرض الوطن، ابتداء بتسهيل الإجراءات الخاصة بمرورهم بالمعابر الحدودية بين المجر وأوكرانيا بالتنسيق مع السلطات المجرية، فضلا عن توفير الانتقالات إلى بودابست وكذلك توفير الإقامة اللائقة ثم تسهيل عملية السفر والعودة إلى مصر. يصوت الآن مجلس النواب الأمريكي على تعديلات قانون الاعتمادات الموحدة لتعليق واردات الطاقة من روسيا. نتابع الآن مشاهدينا الكرام لقطات حية من عملية التصويت.
بحث مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري خلال اجتماعه التشاوري في القاهرة تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها المحتملة على الأوضاع الإقليمية والدولية. أكد المجلس على ضرورة العمل على التوصل إلى حل دبلوماسي باعتباره المخرج الوحيد للأزمة. كما أعاد المجلس التأكيد على تمسك الدول العربية بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة على صيانة سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها. كما أكد المجلس تمسكه بعدم تسييس عمل المنظمات الدولية والمتخصصة ذات الطابع الفني في مختلف المجالات وتجنب أي ازدواجية للمعايير الدولية. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت 90% من المطارات العسكرية الأوكرانية التي كان يتمركز عليها القسم الرئيسي من قوات كييف الجوية. وأضافت الوزارة في بيان لها أن الطيران الروسي دمر 49 منشأة عسكرية في أوكرانيا اليوم، كما أعلنت تدمير 2786 منشأة بنية تحتية عسكرية في أوكرانيا خلال العملية، وتدمير 146 طائرة مقاتلة ومروحية أوكرانية من أصل 250. إضافة إلى ذلك تم تدمير 953 دبابة ومدرعة و101 منظومة دفاع صاروخية أوكرانية. من جانبها كشفت موسكو عن الموافقة على خطوة أولى لتأميم الشركات الأجنبية التي غادرت روسيا. وفي بيان نشر على موقع حزب روسيا الموحدة على الإنترنت، قال أندريا تورتشاك أمين المجلس العام للحزب الحاكم إن إغلاق تلك الشركات لأعمالها هو حرب على مواطني روسيا، مقترحا تأميم مصالع أو مصانع مملوكة لأجانب أوقفت عملياتها في البلاد بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك ردا على العقوبة المفروضة على بلاده. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الأنظمة التي تتيح إجراء عمليات مراقبة عن بعد للمواد النووية في تشيرنوبل المنشأة النووية القريبة من كييف والخاضعة حاليا لسيطرة القوات الروسية توقفت عن إرسال البيانات إليها. وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان إن مديرها العام رافائيل جروسي أشار إلى أن الإرسال عن بعد للبيانات من أنظمة مراقبة الضمانات المنضوية في محطة تشيرنوبل للطاقة النووية انقطع. هذا وكرر جروسي عرضه زيارة المواقع أو أي مكان آخر ليحصل من كل الأطراف على التزام بشأن السلامة والأمن في محطات الكهرباء الأوكرانية العاملة بالطاقة النووية. من جانبه دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الغرب إلى إرساء مقاتلات في أقرب وقت ممكن بدءا بطائرات ميج 29 التي اقترحت وارسو تقديمها. هذا وحمل زيلينسكي شركائه في الغرب المسؤولية عما وصفه بالكارثة الإنسانية في بلاده، مؤكدا مواصلة العمل لإجراء جولة رابعة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا. كما وعد بأن كييف ستفعل كل شيء لضمان عمل الممرات الإنسانية، مشددا على اتخاذ إجراءات ضد السياسيين الأوكرانيين الذين يبحثون عن روابط مع روسيا. كما يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع أعضاء حكومته غدا لبحث إجراءات تقليل تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي. وقال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن الحكومة الروسية وضعت خطة عمل من أجل تحقيق استقرار اقتصادي ومواجهة العقوبات المتزايدة وتسريع التكيف مع الوضع الحالي ودعم المواطنين والشركات الروسية في فترة الاضطرابات. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مواصلة فرض العقوبات على روسيا بسبب عملياتها العسكرية على أوكرانيا. وخلال لقائه مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا، أكد ماكرون أن جميع دول الاتحاد الأوروبي والحلفاء على موقف واحد في مواجهة روسيا. من جانبه شدد رئيس الوزراء الخاص بهولندا على أهمية الحاجة لزيادة الإنفاق على الدفاع في أوروبا. We'll be right back.
أعلن أحمد أبو اللغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الجزائر أبلغت وزراء الخارجية العرب نيتها عقد القمة العربية القادمة التي ستستضيفها يومي الأول والثاني من نوفمبر القادم. وقال أبو الغيط في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الحالي للدورة 157 لمجلس الجامعة العربية وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب أن وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة طرح خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي سبق الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية نية الجزائر عقد القمة العربية في نوفمبر وعلى مدار يومين، مشيرا إلى أن الوزراء ناقشوا موضوع القمة واستمعوا لتقرير حولها من الوزير الجزائري. من جانبها أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها باعتبارها أفضل طريق لتحقيق تطلعات الشعب الليبي. تصريحات ويليامز جاءت بعد أيام من أداء فتح باشاغا اليمين الدستورية كرئيس للحكومة الليبية الجديدة أمام مجلس النواب الليبي. التقت المستشارة الخاصة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز في العاصمة الليبية طرابلس مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي. وقالت ويليامز عقب اللقاء: أطلعت المنفي على مبادرة الأمم المتحدة بخصوص تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لإيجاد قاعدة دستورية للانتخابات، مشيرة إلى أن المنفي أعرب عن دعم المجلس الرئاسي لهذه المبادرة. للمزيد مشاهدينا الكرام حول هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا من بنغازي الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة الساعة 24 الليبية عبد الله باسط بن هامل. برحب بحضرتك سيدة عبد الله باسط بداية على شاشة إكسترا نيوز وفي هذه النشرة. لو تحدثنا بداية عن تطورات الوضع ربما في ليبيا في ضوء طبعا تشكيل الحكومة الجديدة. أنا سأبدأ ربما من النقطة التي تفضلت بها وهي ما تحضرت فيها وما تطرقت اليه السيده ستيفاني ويليامز في حديثها او في طرحها الاخير الذي جاء بعد انتاج او توافقات ليبيه كانت بعيده عن تدخلات الخارجيه. في اول مره اعتقد انه بعد 11 عاما يكون هناك انتاج حكومه توافق وطني بين الاطراف الليبيه. هي حكومه يتراسها فتحي باشاغا، يعني انبثقت عن البرلمان وهو التشريعي والتشريعي المنبثق عن القرار الوطني الليبي. الان عمليه اجراء انتخابات في ليبيا هي كلمه حق نريد بها باطل، يعني منطقيا او لوجستيا او تقنيا لا يمكن اجراء انتخابات في منتصف هذا العام، يعني شهر 6 يعني بعد 3 أشهر تقريبا من يومنا هذا. مناقشه ستيفاني لانها لم تشرف او لم تكن معنيه بمتابعه التطورات الاخيره في التوافقات الليبيه، وهي من هنا تحاول ربما الافساد او تعطيل هذا التوافق الليبي او انها تدعم في طرف على حساب طرف اخر، وهذا امر خطير ايضا. من جهة أخرى هي دورها مستشارة وليست مبعوثة الأمم المتحدة لتيسر الحوار، هنا عليها أن تكون أو تحدد صلاحياتها، لأننا يعني لم نفهم صلاحياتها في دورش التحديد، خاصة وأن المنصب المبعوث الأمين العام أو الأمم المتحدة أو دورها في الأمم المتحدة أصبح في خلط داخل العمل الفعل الأممي داخل ليبيا، وأصبحت هي متنفذة بشكل أو بآخر. وتشكيل لجنة 6+6 من الاطراف سواء مجلس النواب ومجلس الدوله لقى رفض كبير جدا من قبل رئيس مجلس النواب عقيل صالح في القائد مع السيفة، وطلبها بوضوح باحترام قرارات النواب، هذا امر مهم جدا يعني. نعم، أنا بشكر حضرتك الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة الساعة 24 الليبية عبد الباسط بن هامل على كل هذه المعلومات، شكرا لك. واصلت وزارة الداخلية الحملات الأمنية لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات بعض العناصر الانتهازية لاستغلال المتغيرات الدولية لرفع أسعار السلع وحجبها عن التداول بالأسواق لتحقيق أرباح سريعة برغم وفرتها وبكميات كبيرة. هذا وأسفرت الحملات الأمنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في هذا المجال. تتخذ وزارة الداخلية الإجراءات والتدابير الأمنية للتصدي الحاسم للعناصر الانتهازية التي تحاول استغلال المتغيرات المحلية والدولية لرفع أسعار السلع بخاصة الاستراتيجية.
في هذا الإطار واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها لضبط تلك العناصر، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 1407 قضايا تموينية متنوعة، كان من أبرزها ضبط أكثر من 330 طن دقيق ومسلي بدون مستندات. قام مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بالإسكندرية بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك. وتمكنت الإدارة من ضبط أكثر من 79 طن دقيق مجهولة المصدر قام بحجبها عن التداول بالأسواق مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالبحيرة بهدف رفع أسعارها، وضبط 18 طن دقيق بلدي مدعم بحوزة مالك مستودع دقيق بلدي مدعم بالأقصر بهدف بيعها بالسوق السوداء. ومع توالي الضربات الأمنية لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين بالأسعار، نجحت الإدارة في ضبط 145 طن أرز حجبها عن التداول بالأسواق مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بالأقصر بأن قام بتخزينها بهدف رفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح سريعة، وضبط أكثر من 200 طن مكرونة معبأة داخل شكائر وعبوات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بغرض رفع أسعارها بحوزة المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالشرقية. وواصلت الإدارة تحقيق النتائج الإيجابية في تصديها لكل من يحاول التلاعب باحتياجات المواطن الأساسية، حيث نجحت في ضبط 75 طن ونصف أرز بحوزة مالك مضرب أرز بالدقهلية قام بتخزينها في محاولة منه لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتمكنت من ضبط 49 طن مواد غذائية متنوعة مجهولة المصدر استغل صاحب محل لبيع المواد الغذائية بالدقهلية الظروف الدولية الراهنة لرفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء. وضبط أكثر من 28 ألف لتر بنزين قام المسؤول عن محطة لتموين السيارات بالقاهرة بتجميعها للإتجار بها في السوق السوداء، وضبط 634 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وغير مثبت عليها أسعار بحوزة مسؤول مصنع أعلاف حيوانية بالمنوفية كان يهدف لبيعها بالسوق السوداء. حملات أمنية مكثفة ومتواصلة تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على التصدي والضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسعار الذين يحاولون استغلال المستجدات الدولية لتحقيق أرباح سريعة غير عابئين بالمصلحة الوطنية ومصلحة المواطن. استقبل سامح شكري وزير الخارجية فيليب لازريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وذلك لبحث التعاون الوثيق مع الوكالة والتأكيد على مساندة الأونروا ودورها الهام ودعم مصر المستمر للأشقاء من اللاجئين الفلسطينيين. شارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس. يأتي الاجتماع قبيل بدء الدورة 157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. يتطرق وزراء الخارجية إلى التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك. هذا وأكد وزير الخارجية سامح شكري على دعم مصر المتواصل للأشقاء الفلسطينيين على مختلف الأصعدة، وكذلك للخطوات المبذولة لتعزيز الوضع الداخلي وإنهاء ملف الانقسام الفلسطيني. جاء ذلك خلال لقاء عقده مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي على هامش اجتماع الدورة 157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
هذا وأكد وزراء الخارجية أهمية مواصلة المساعي من أجل تهيئة البيئة المواتية لإطلاق مفاوضات جادة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، سعيا نحو التوصل إلى السلام الشامل والعادل والدائم الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أعرب الوزراء الثلاث عن تطلعهم للانخراط الأطراف المعنية بفعالية في ملف عملية السلام. شاركت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد في المائدة المستديرة الافتراضية رفيعة المستوى لمناقشات المناخ بفرنسا. أكدت وزيرة البيئة على ضرورة مضاعفة الجهود العالمية لمواجهة تحديات تغير المناخ والبناء على ما تم تحقيقه في العمل المناخي، ومصر باعتبارها رئيس مؤتمر المناخ القادم COP27 تحرص على البناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26 وما حققه من نجاح في المجالات المختلفة ودفع العمل المناخي ووفاء الدول بالتزاماتها، وتقوم مصر بتحديث خطط مساهمتها الوطنية لانبعاثات الاحتباس الحراري والانتهاء منها خلال النصف الأول من عام 2022. وقعت المتحدة للخدمات الرقمية ووتشت الرائدة في مجال المحتوى والترفيه في مصر اتفاقية مع فودافون مصر، وذلك لإتاحة محتوى المنصة لشريحة أكبر من عملاء نظام فليكس من فودافون بلا حدود، وذلك بالشراكة مع منصة ووتشت التابعة للأمم المتحدة أو التابعة للمتحدة للخدمات الإعلامية. من جانبها أكد رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية حسن عبد الله أن التعاون مع فودافون يأتي ضمن المنهجية الحالية للشركات المتحدة والتي تستهدف الانفتاح على السوق والتوسع في نطاق اتفاقيات التعاون والشراكة بما يسمح بنشر المحتوى الهادف والترفيهي عبر مختلف الوسائط الرقمية المتاحة. هذا وتستهدف الشركة المتحدة إتاحة المحتوى بكافة أنواعه بما فيها المحتوى الرقمي لكافة شرائح المستخدمين، وتهدف ووتشت لتقديم محتوى مختار خصيصا لمشاهدة ترفيهية آمنة لكل العائلات حول العالم، حيث تحرص المنصة على تقديم محتوى متنوع ومختلف من شأنه إرضاء جميع الأذواق والفئات مع الالتزام بالحفاظ على الأصالة والهوية المصرية والعربية. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن إلى واشنطن لمتابعة هذا الجانب من المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي ونظيرته البريطانية. والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وركزنا كثيرا على هذا التنسيق القريب والوثيق بيننا فيما يتعلق بالعدوان غير المبرر وغير المستفز ضد أوكرانيا. نحن وفرقنا في تواصل مستمر فيما نعمل على العمل على استجابة متحدة ليس فقط بين دولتين التي تملك تاريخا طويلا من العمل مع بعضها البعض، ولكن أيضا مع الحلفاء والشركاء عبر أوروبا وخارج هذه المنطقة. وبحسب تجربتي وأنا أعمل في هذا المجال منذ 30 عاما ولم نشهد يوما مثل هذا الاتحاد عبر الأطلسي كان على الصعيد المبادئ أو السياسة، ونعمل على تعزيز قدراتنا لمساعدة أوكرانيا قدر الإمكان، وسنزيد دعمنا للشعب الأوكراني الذي يعاني كثيرا بسبب الكارثة التي فرضت عليه من قبل غزو روسيا، ونحن نتحد الأمل في جهودنا لزيادة الأمل في إنهاء هذه الحرب والتي أدت إلى نزوح أكثر من مليوني أوكراني. في مطلع الأسبوع أعلن رئيس الوزراء البريطاني 170 مليون باوند أو باوند استرليني إلى أوكرانيا، وبالتالي وصلت المساعدات الإنسانية والعسكرية من بريطانيا إلى 400 مليون
جنيه استرليني، وذلك سيعد الحكومة الأوكرانية للاستمرار بدفع مستحقات كل العاملين الحكوميين. ونعرف أن بريطانيا إحدى الدول الأولى التي بعثت بالمساعدة العسكرية والدفاعية لأوكرانيا، ونعرف أيضا أن لندن قد فرضت عقوبات على بوتين وحاشيته والأوليغارشيين الذين عملوا على مد هذه التمويل لهذه الحرب. ونعرف أنه تم تمرير قانون ضرائبي جديد، وذلك لمحاولة محاكمة كل اللي يحاولون إخفاء أموالهم في بريطانيا. وقد اتخذنا بالأمس أيضا عقوبات جديدة، ونعرف أن السيد بايدن قد منع كل الواردات النفطية الروسية، والتزم السيد جونسون بمنع وحظر الواردات النفطية بحلول نهاية عام 2022. ندعو الكرملين للسماح للمدنيين الأوكرانيين بمغادرة المدن التي حصرتها القوات الروسية، وتملك كل دولة مسؤولية الانضمام إلينا في الضغط على روسيا لتحقيق ذلك. هذا ليس الوقت لكي ندعو الطرفين للسماح للأوكرانيين بمغادرة هذه المدن بسلامة، ولكن علينا أن نواجه الوقائع. ولماذا هذه الممرات الإنسانية ضرورية، ومن يمنع هذه الممرات؟ دخلت روسيا إلى أوكرانيا بدون أي مبرر، وتحاصر القوات الروسية بعض المدن الأوكرانية المهمة، وتركت الشعب بدون أي كهرباء وبدون طاقة وبدون الوصول إلى المنتجات الغذائية والأدوية. ونعرف أن القصف الروسي المستمر للناس الذين يحاولون مغادرة البلاد سيعوقهم في طريقهم. نعرف أن روسيا تكلمت عن ممرات إنسانية إلى بيلاروسيا وروسيا، ولكنها غير واقعية. ومن غير المؤسف أن تتوقع أن روسيا تتوقع من الأوكرانيين أن يتوجهوا إلى دولة تقوض من حريتهم. نعرف أن هناك بعض الأشخاص الذين حاولوا مغادرة مدينة سومي إلى مدينة بولتافا، ولكن نعرف أنه يسمح ببعض الممرات ولكن يجب توزيعها. تعمل الولايات المتحدة وبريطانيا للعمل على السلام والأمن الدوليين، ولكن تشاركنا أيضا مخاوف بشأن تقدم إيران النووي، ونحاول لعودة إيران إلى خطة العمل للاتفاق النووي الإيراني. ونحن نلتزم بضمان ألا تتمكن إيران يوما من الحصول على أسلحة نووية، ونعرف أن السمر السيد بايدن بإعطائه الدعم لاتفاق بلفاست، وذلك للتأكد من الاستمرار رفاهية وأمن وسلامة الشعب إيرلندا الشمالية. ونريد التوصل إلى الحوار، وذلك للتكلم بشأن الكثير من البروتوكولات. قبل أن أعطي الكلمة لوزيرة الخارجية البريطانية لستراس، دعوني أوضح التالي. لا يتعلق الأمر بالحكومة البريطانية التي تسعى إلى مساعدة أوكرانيا، بل نرى أن الشعب البريطاني أيضا يتعاطف مع أوكرانيا. ونعرف أن هناك رجل يحاول قدر الإمكان شراء السيارات الإسعاف القادمة، ويحاول إيصالها إلى المساعدين على الخطوط الأولية في أوكرانيا. وهناك أيضا رجل آخر خلال اليوم الثاني من بريطانيا الذي أرسل الذي نشر منشورا على فيسبوك، وذلك داعيا للحصول على المساعدات الإنسانية لإرسالها إلى أوكرانيا. نحن رأينا هذا الدعم من الشعب البريطاني، ويعود ذلك لأن بريطانيا واجهت أمرا مشابها في السابق. فيجب أن لا ننسى ما شهدته لندن خلال الحرب العالمية الثانية، ونعرف أن العدوان على بريطانيا قد أدى إلى وفاة أكثر من 60,000 شخص وإلى إصابة مئات الآلاف. يؤسفنا أن نرى أن الأوكرانيين يتوجهون إلى الملاجئ في المترو في 2021 من دون أن نقوم أيضا بمقاربة لما حصل في لندن في الأربعينيات القرن الماضي. ونرى لكن اليوم بسالة الشعب الأوكراني، ولذلك علينا أن نقف إلى جانبه. ننتقل الآن إلى نظيرتي البريطانية. شكرا جزيلا لك توني، ويسرني أن أكون هنا مع وزير الخارجية البريطاني أنتوني بلينكن. ولقد التقينا كثيرا في العواصم الأوروبية خلال الأسبوع المنصرم، ونحن نعمل بشكل وثيق مع شركائنا. الغزو غير الشرعي لروسيا إلى أوكرانيا يؤدي إلى معاناة الشعب، ولكنه لم يحقق التقدم الذي تكلم عنه. ومنذ الحشد على الحدود، بريطانيا والولايات المتحدة
عملتا مع مجموعة السبعة وناتو لمواجهة العدوان الروسي. وقبل هذا الغزو دعت كل من واشنطن ولندن بمنع بوتين من المضي قدما بسبب هذه الاستفزازات التي استخدمها. ولقد عملنا مع حلفائنا في مجموعة السبعة ونعرف أنها كانت تعمل على تقويض حريات الشعب الأوكراني. فجانا بوتين من خلال اتحادنا ومن خلال صرامة عقوباتنا. فلقد ضربنا الشحنات والسفن والأوليغارشيين والقطاع المالي بالإضافة إلى عائدات النفط والغاز. ونعرف أيضا أن الشعب الأوكراني ألبس القد فاجأه من خلال قيادتهم. لم يحن بعض الوقت لتخفيف ذلك. يجب أن يفشل بوتين. ونعرف من خلال التاريخ أن المعتدي يفهم شيئا واحدا ألا وهو القوة. وفي حال لم نبذل ما هو الكافي حاليا فهناك الكثير من القادة من حول العالم سيشعرون بالجرأة. وفي حال لم نوقف بوتين في أوكرانيا سيكون هناك تداعيات وتبعات كبيرة على الأمن الأوروبي وعلى الأمن الدولي. وسنكون نرسل رسالة بأن الدول السيادية بإمكانها أن تخضع لدول أخرى. بالتالي علينا أن نعمل بشكل أسرع على هذه الاستجابة وعلينا مضاعفة هذه العقوبات المفروضة ويشمل ذلك إنهاء استخدام النفط والغاز الروسي. من واشنطن ولندن خلال هذا الأسبوع أعلنت عن خطة لوقف تدفق النفط والغاز الروسيين. وأعلن الاتحاد الأوروبي عن تخفيض اعتماده أيضا على هذا على قطاع الطاقة الروسي. نريد أن نحصد جميعا الجهود لفعل ذلك. فنعرف أن 141 دولة قد صوتت ضد العدوان الروسي في أوكرانيا أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة. وعلينا مد أوكرانيا بالأسلحة. أنا فخورة بأن بريطانيا هي أول دولة فعلت ذلك. وأنا أرحب بقرار كل من ألمانيا واليابان وغيرها لإرسال المساعدات العسكرية لأوكرانيا. منذ نهاية الحرب الباردة لم نركز على ما هو ضروري، ولكن الآن نعمل معا جنبا إلى جنب لتغيير هذا الوضع. نحن نستمر بدعم حلف الناتو ونحث كل الحلفاء على زيادة استثماراتهم في هذا الحلب. وعلينا العمل على تطوير حلف الناتو وتعميق عملنا على تطوير الأمن السيبراني في دولتنا. وعلينا أيضا أن نحصل على مصادرنا من مصادر أخرى. ونريد العمل على بناء تحالفات أمنية ودفاعية من حول العالم بما فيها مع الهند ودول الخليج، وذلك لعزل روسيا بشكل أكثر. وسنستمر بالعمل على الانضمام دول أخرى الذين يؤمنون بسيادة الدول وباحترام القوانين الدولية. الحرب في أوكرانيا تشكل نضالا للمستقبل والحرية والتقرير المصير. ويجب ألا نرتاح قبل أن يفشل بوتين في أوكرانيا وتستعيد أوكرانيا سيادتها. شكرا. إذن سنبدأ الآن بالأسئلة. شكرا جزيلا لعقدكم هذا المؤتمر. معالي الوزير بلينكين، هل تؤمن بأنه من الممكن أن يحصل الأوكرانيون على طائرات ماج 29؟ إذا نعم، متى وكيف؟ أولاً، كما ذكرت، القرار بشأن نقل أي من المعدات إلى أصدقائنا في أوكرانيا هو قرار ستتخذه كل دولة بحد ذاتها. نحن في تشاور وثيق مع الحلفاء والشركاء بشأن المساعدات الأمنية المستمرة لأوكرانيا. وما نشهده هو أن اقتراح بولندا يسلط الضوء على التعقيد في هذه المسألة. وحين سنوفر هذه المساعدة الأمنية علينا فعل ذلك بطريقة صحيحة. استمعنا إلى البنتاغون بالأمس يتكلم عن احتمال توفير طائرات المدافعات من بولندا إلى الولايات المتحدة. ونعرف ولكن أن دخول هذه الطائرات عبر الأجواء الأوكرانية سيشكل مشكلة مع روسيا، وعلينا البحث في تفاصيل هذه المسألة. حتى الآن
لا نعرف ما إذا هذه المسألة منطقية بكيفية سير العملية بالأمس، ولكن الآن نستمر بالتشاور مع بولندا ومع حلفاء آخرين من حلف الناتو، بالإضافة إلى التركيز على التحديات اللوجستية. ونعمل مع بولندا وبريطانيا ودول أخرى، وقد وفرنا الكثير من الدعم لأوكرانيا وكل الذين يدافعون عن أوكرانيا من العدوان الروسي، وهذا الدعم كان فعالا جدا واستخدمه المدافعون الأوكرانيون، وسيستمر هذا الدعم في الأسابيع والأشهر المقبلة. وبالأمس لقد فرضنا قانونا جديدا، والآن نملك 6.5 مليارات دولار إضافية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا من الجانب الأمريكي، وذلك يشمل كل ما تحتاج إليه أوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي. إذا لتوضيح ما قلته، هناك طرق مبتكرة لإيصال هذه الطائرات إلى أوكرانيا، ولكن لم تجد طريق ذلك بعد. وسؤالي الآن يعود إليكم، مع ارتفاع عدد الوفيات في أوكرانيا، ماذا يمكن لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا فعله؟ وهل ستكون الدولتان منفتحتان لفكرة العمل على التخطي الحظر الجوي لبدء ممرات بشرية لإنقاذ الأشخاص العالقين في أوكرانيا؟ إجابة عن سؤالك، وفرت بريطانيا المساعدات والأسلحة إلى أوكرانيا، وكنا نعمل مع حلفاء من عبر العالم لكي تصل هذه الأسلحة إلى أوكرانيا، وكنا نعمل أيضا على تزويد صواريخ مضادة للدبابات. وأعلن وزير الدفاع أننا سنوفر منظومات الدفاع الجوي لتطرق إلى المشكلات الأساسية التي يواجهها الشعب الأوكراني، وهو القصف الجوي. بالتالي الطريقة الفضلى لتقويض هذا التهديد هو مساعدة الأوكرانيين من خلال الأنظمة الجوية التي سنوفرها لهم. أما فيما يتعلق بمنطقة حظر الطيران، نعرف أنه من المهم التركيز على حماية الممرات الإنسانية، وأدعو روسيا على حماية هذه الممرات الإنسانية، ويجب ألا تصل الأوكرانيين إلى بيلاروسيا أو روسيا. وفرض منطقة حظر طيران سيؤدي إلى عدوان مباشر بين حلف الناتو وروسيا، وهذا ليس ما نسعى إليه، بل نحاول ضمان أن يتمكن الأوكرانيون من الدفاع عن بلادهم بأفضل المعدات المضادة للدبابات والمعدات المضادة للطائرات، وبالإضافة إلى الدفعات الجوية. أنا أوافق على كل ما قالته السيدة تراس. بعد الدورة الجوية المباشرة على مستشفى في ماريوبول، يدعى الرئيس الأوكراني منكما من إغلاق الأجواء الأوكرانية، وأنه في حال لم تفعل ذلك فأنتما متواطئان مع الإرهاب. كيف بإمكانكم أن تفسر لهم أنه لا يمكن فرض منطقة حظر طيران؟ كما ذكرت، الطريقة الفضلى لحماية أوكرانيا هي عبر المنظومة الجوية التي سترسلها بريطانيا إلى أوكرانيا، وهذا ما أعلن عنه وزير الدفاع البريطاني. ونعرف أن الاعتداء على المستشفى غير مقبول وغير مبرر ومتهور، وتعمل بريطانيا على توفير المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا، ولقد تعهدنا ب 220 مليون جنيه استرليني من حيث المساعدات الإنسانية، وهذا أكبر مساعدات إنسانية سيحصل عليها أوكرانيا منذ عام 2014، وسنبذل كافة الجهود لمساعدة الجهود الإنسانية في أوكرانيا. نعرف أن كل من الولايات المتحدة وبريطانيا تقديرا كبيرا للرئيس زيلينسكي وللشعب الأوكراني،
وأظهر شجاعة وبسالة وعزم وكرامة في وجه الاعتداء الروسي على أوكرانيا، وهو كان أمرا استثنائي وقد ألهمنا جميعا من حول العالم. لو كنت في مكان الرئيس زيلينسكي لكنت طلبت بكل ما هو ممكن من الدول الغربية ومن الخارج لمساعدة الشعب الأوكراني. وكما قالت السيدة تراس، كل من واشنطن ولندن ودول أخرى قد قدمت مساعدات استثنائية ليتمكن الأوكرانيون من الحصول على أفضل السبل للدفاع عن أنفسهم على هذه الحرب التي فرضت عليهم روسيا، بالإضافة إلى محاولة توفير المساعدات الإنسانية لمساعدة الأوكرانيين داخل أوكرانيا وللاجئين الأوكرانيين إلى دول المجاورة. والهدف يبقى عينه، نريد إنهاء هذا العدوان، نريد إنقاذ الأرواح، ونريد منع سفك دماء غير مبرر. وكجزء من ذلك علينا ضمان ألا تتوسع هذه الحرب. هدفنا هو إنهاء هذه الحرب وليس توسيعها، وربما توسيعها إلى أراضي دول الأعضاء في الناتو، ويجب عدم مد أو إطالتها، وألا ستصبح أكثر مميتة وستشمل عددا أكبر من الناس. وأعتقد أنها أيضا قد تصعب الأمور لحلها في أوكرانيا بحد ذاتها. كما قالت السيدة تراس، لدينا المنظور نفسه فيما يتعلق بهذه المسألة. نعرف أن سنعمل قدر الإمكان على توفير مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا، ولكن ذلك سيؤدي إلى نزاع مباشر بين الولايات المتحدة وروسيا على الأراضي الأوكرانية وبين دول الناتو والولايات المتحدة وروسيا، وذلك لن يكون لصالح بلادنا ولن يكون أيضا لصالح أوكرانيا. ليس بإمكاني التحدث باسم الناتو، ولكن استمعنا إلى رسالة عينها من الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ. معالي الوزير، سأطرح سؤالا بشأن فنزويلا. هل بإمكانك أن تقول لنا ما إذا ستحاول الولايات المتحدة رفع بعض العقوبات عن فنزويلا لمحاولة الحصول على نفط من هذه الدولة؟ وأريد أن أطرح سؤالي إليكما. سيد ميكن، قلت أنه على السيد بوتين أن يفشل. هل الاستراتيجية اليوم هي فرض ضغوط على الشعب الروسي وعلى الأوليغارشيين من حول فلاديمير بوتين لكي تتمكن روسيا؟ لكي يتم العمل على الإطاحة ببوتين، هل تعتقدون أنه يمكن إقامة علاقات مستقرة بين روسيا والولايات المتحدة في حال بقي في منصبه خلال هذا النزاع أو بعد انتهاء هذا النزاع؟ فيما يتعلق بفنزويلا، لدينا الكثير من المصالح المشتركة مع فنزويلا، وتشمل هذه دعم المساعي الديمقراطية للشعب فنزويلا، ويشمل ذلك التأكد من إطلاق سراح الأمريكيين المعتقلين تعسفيا في فنزويلا. ولقد استمعنا بالأمس أنه تم تحرير أمريكيين من فنزويلا بعد اعتقالهما، ولقد التقيا بعائلتهما. ومن الصحيح أيضا أن نملك مصالح دولية في الحفاظ على الإمدادات من حيث الطاقة، وذلك من خلال المسالك الدبلوماسية، وسنحاول تحقيق ذلك. تابعنا مشاهدي. Anywhere, at any time. بإعادة مواطنين أمريكيين إلى الوطن، لن نتراجع أبدا في أي مكان وفي أي وقت لإعادة الأمريكيين الذين ظلموا واعتقلوا في الخارج إلى الوطن. كنا واضحين بأن هدفنا هو أن يفشل بوتين في أوكرانيا.
إن هذا العمل غير المبرر يجب ألا ينجح، وسيكون له تداعيات مريعة إذا ما نجح على الأمن في أوروبا والعالم. وهدف العقوبات هو شل الاقتصاد الروسي ووقف بوتين من تمويل آلة الحرب من النفط، إيرادات النفط والغاز، وكذلك التكنولوجيا التي استطاع أن يحصل عليها هذا. كما أننا قمنا بفرض عقوبات على البنوك والنظام سويفت، ونريد وفرضنا عقوبات على الصادرات أيضا. الصادرات إذن people aren't being told the truth, but they will be seeing now by the fact that shops are closing, they're not able to get the goods that they were able to get, exactly the implications that Putin's aggression is in Ukraine. الحصول على المنتجات التي تعودوا عليها، وهذه نتيجة للعدوان، عدوان بوتين على أوكرانيا. This crisis created by Putin and Russia. We've seen how طيلة هذه الأزمة التي خلقها بوتين في روسيا، سعينا لتوفير حلول أو مخارج لرئيس بوتين. هو الوحيد الذي يقرر قبول العروض أم لا، ولكن كلما كانت هناك فرصة للقيام بذلك فهو كان يسر أو يصعد ويواصل للسير في هذا السبيل المروع الذي سلكه، ولديه خطة واضحة في الوقت الراهن لفرض العنف والوحشية على أوكرانيا. ولكن لماذا؟ فلأنه النتيجة النهائية هي ما هي اللعبة النهائية. لقد شهدنا إخفاقات الخطة الأولى لسيطرة على أوكرانيا، وهذا قد فشل. الآن انتقل لاستراتيجية ثانية من خلال استهداف المدنيين، وإذا ما كان هدفه هو فرض حكومة موالية من خلال إطاحة بالحكومة الحالية وتنصيب حكومة تروق له، فأعتقد من الواضح من خلال مقاومة الشعب الأوكراني بأنهم لن يقبلوا إطلاقا ذلك. وإذا حاول فرض هذا النظام الموالي في أوكرانيا من خلال الحفاظ على القوات الروسية في أوكرانيا، ستكون فوضى طويلة ودموية ستعاني منها روسيا كثيرا. إذن ردنا لا يزال أن نقوم بكل ما نستطيع لضمان أن لدى الأوكرانيين الوسائل للدفاع عن أنفسهم، وأن نفعل كل ما نستطيع لممارسة الضغوط على روسيا وعلى بوتين لتغيير المسار، وأن نقوم بكل ما نستطيع لدعم أولئك الذين يعانون نتيجة لأعمال روسيا. وفي نهاية الأمر أنا مقتنع تماما بأن بوتين سوف يفشل، وأن روسيا سوف تعاني هزيمة استراتيجية بغض النظر عن المكاسب التكتيكية التي يمكن حققها في أوكرانيا. كما قلنا من قبل يمكن أن تكسب معركة، لكن ذلك لا يعني أنك كسبت الحرب. بالعكس، قد تسيطر على مدينة لكنك لن تستولي على عقول وقلوب للشعب، وهذا ما ظهره الأوكرانيون كل يوم. إذن أنا مقتنع بأننا سوف نشهد هزيمة استراتيجية للرئيس بوتين، وهذا سوف يتطلب مواصلة دعم أوكرانيا ومساءلة روسيا من خلال فرض عقوبات مدمرة وعزلة دبلوماسية وخطوات أخرى. ورأينا أن روسيا قد فشلت في هدفها الاستراتيجي، هي لن تستطيع السيطرة على أوكرانيا على المدى البعيد بغض النظر عن الانتصارات المؤقتة التكتيكية. وكما قالت ليز للتو، فعلى صعيد الاقتصادي التدابير التي اتخذناها قامت بمحو 30% أو تقدم حصل على مدى 30 عاما من في روسيا، وهذا النزوح الجماعي للشركات الأجنبية بروسيا لا يزال متواصلا، بينما التحدث هذا له أثر عميق اليوم وعلى المدى البعيد أيضا.
إذن أعتقد أن ما ننظر فيه هو فيما إذا كان الرئيس بوتين سوف يقرر أن يوقف الخسائر التي فرض على نفسه وعلى الشعب الروسي. لا يمكن لنا أن نقرر ذلك نيابة عنه، وإنما سنواصل هذا الجهد الاستثنائي لزيادة الضغوط عليه ودعمنا لأوكرانيا وتحقيق ما نريده جميعا، ألا وهو تحقيق استقلال أوكرانيا وهزيمة بوتين، لأن هذه الطرق هي تحدي جوهري ليس لأوكرانيا فحسب، وإنما للمبادئ، مبادئ الأمن والسلم العالميين التي كافحنا وعملنا على إقامتها على مدى عقود. هذا هو الخطر الآن، ونحن ملتزمون للدفاع عنها ولذلك حتى ننجح بتثبيت هذه القواعد، وأن الجهود بوتين سوف تفشل. أخيرا أعطي الكلمة للمراسل تايم. شكرا. سؤال للوزير بلينكن. تردد في جريدة الوول ستريت بأن المملكة العربية السعودية والإمارات تصدت لإجراء محادثات مع رئيس بايدن في الأيام الأخيرة. ما هل لك تحدثنا عن العلاقات مع هذين البلدين الخليجيين، وماذا عن تشجيعهما لإنتاج المزيد من النفط خلال هذه الأزمة؟ سؤال لمعالي وزيرة الخارجية، قلت قبل بضعة أيام إنك سوف تدعمين البريطانيين الذين يذهبون إلى أوكرانيا للمشاركة في القتال. لدينا تقارير الآن أن هناك 4 جنود بريطانيين موجودين في أوكرانيا. ما هي المعلومات التي يمكن لك أن تقدمها بهذا الشأن، وهل تغير الموقف موقف بريطانيا؟ في كلمتك الافتتاحية أشرت إلى طلب من الحلفاء الناتو بالإنفاق أكثر. هل يعني ذلك أنكم سوف تزيدون الإنفاق الدفاعي في المملكة المتحدة؟ شكرا جزيلا لك. أما بالنسبة للدول الخليجية، أولا نحن نتشاور مصلحة مهمة معها من خلال ردع العدوان الإيراني والهجمات الإيرانية، سواء كان ضد السعودية أو الإمارات. نحن نتشاطر مصلحة قوية في دعم الجهود الأممية لإنهاء الحرب في اليمن، ونتشاطر المصلحة أيضا لضمان استقرار الإمدادات النفطية العالمية، ولدينا دور نشط أيضا مع مراعاة هذه المصالح. بالأمس فقط أمضيت وقتا في اتصال هاتفي مع نظيري الإماراتي، نتواصل بشكل منتظم، ألتقي بشكل منتظم مع نظيري السعودي، حدث ذلك في ميونخ قبل بضعة أسابيع، والرئيس بايدن تباحث مع الملك سلمان الشهر الماضي، وهذا الحديث تطرق إلى أجندة موسعة، ونواصل تنفيذ هذه الأجندة مع نظرائنا السعوديين الذين أعدوا خطة عمل لنا ونعمل على تقيد بها والمضي قدما. ويمكن أن نقوم بذلك من خلال تركيز أيضا على حقوق الإنسان في السياسة الخارجية. هذه الأولويات ليست لا تستبعد شيئا ولكنها تتكامل. لن نبعد قيمنا عن مصالحنا، قلنا واضحين بشأن ما نقوم به، ولكن نعمل بطريقة منتجة وبناء مع هذه البلدان. قبل وقت قصير، لا أدري إذا كان ذلك أصبح علنيا الآن، كان هناك إعلان بشأن دعم الإمارات لزيادة الإنتاج فيما يتعلق بمجموعة أوبك بلس، وأعتقد هذه مسألة مهمة لاستقرار أسواق النفط العالمية وضمان أن يكون هناك إمدادات نفطية كافية في العالم. لقد كنت واضح كل الوضوح بأن نصيحة السفر من المملكة المتحدة تدعو المواطنين بعدم السفر إلى أوكرانيا. هناك سبل أفضل لمساعدة أوكرانيا من خلال تبرع للمناشدة البريطانية، وكما قلت الأسبوع الماضي هو دعم القضية الأوكرانية، الأوكرانية التي تحارب في حرب غير منصفة. أما بالنسبة لإنفاق دفاعي، هناك حقيقة أننا في الغرب لا ننفق ما يكفي في المجال الدفاعي طيلة سنوات، وشاهدنا بناء قدرات عسكرية في روسيا من حيث
التكنولوجيا والأعداد، وأرحب بزيادة ألمانيا إنفاقها الدفاع، وهناك بلدان أخرى تقتفي أثر ألمانيا. لا يمكن أن أستبق المباحثات المستقبلية بين وزير المالية ووزارة الدفاع، ولكن علينا أيضا نعزز التعاون في الاستخبارات. ما قامت به الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هو استخدام المعلومات والمعلومات الاستخباراتية لفضح بوتين، وأعتقد هذا كان مهم للغاية. وحقيقة أن المملكة المتحدة قد تخلت عن وحدة المعلومات بنهاية الحرب الباردة عكس روسيا، يجعلنا نركز أننا نأخذ في الحسبان الاعتبارات التكنولوجية وكذلك المعلومات الاستخباراتية حتى نستطيع أن نتفوق على منافسنا وخصومنا. شكرا جزيلا لكم جميعا.